البداية إذن صافرة الحكم ومخالفة. تدخل دفاعي ناجح تماما. يرسل الكرة الدورية إلى المساحة الفارغة. لم يخاطر على الإطلاق. رأسي لا يمكن القول سوى خارج المرمى فحسب. جميل من التمريرات، ماذا سيحققون منها؟ بصراحة كان في الإمكان أفضل بكثير مما كان. هذه كرات لا تسمن ولا تغني من جوع. على اللاعب أن التركيز والاستفادة من مثل هذه الكرات. يتحرك إلى الأمام، ينقل اللعب إلى الأمام. عدت الكرة، كرة هوائية لن تسبب أي إزعاج للحارس. كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحاول فك دفاعات المنافس. يحاول لعب كرة بينية غدارة. يسيطر عليها. والكرة إلى خارج المنطقة. قراءة ممتازة من الدفاع. اجتازت الكرة خط الملعب لتصبح ضربة مرمى. يلعبها بينية أرضية. يلعب كرة بينية. وتخرج الكرة إلى رمية التماس. بينية ساقطة إلى الخط الأمامي. أنقذ الحارس الكرة بصورة جيدة. نجح أخيرا خط الدفاع بإنقاذ الكرة من خط الهجوم الذي كان في غاية البراعة. إنقاذ ممتاز. يحاول تمريرها عبر الدفاع. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ جناح. مرت البينية ووصلت إليه. قد تكون هذه فرصته. ويعود بالكرة إلى الوراء. تصدي رائع من الحارس. وإيقاف ممتاز للكرة. تطلب القيام بذلك رد فعل مضر. في رأيي أنه أظهر براعة كبيرة. هذه هي نهاية الشوط الأول. كانوا في غاية القوة عند نهاية الشوط الأول. مع حسرة كبيرة بعدم التهديف، وإذا ما واصلوا بنفس المستوى فالفوز سيكون في النهاية لصالحهم. لا تزال النتيجة حتى الآن 0-0، ونتمنى أن تتحسن الأمور. نبدأ الشوط الثاني بنتيجة بيضاء بدون أهداف أو عدد الفرص. والكرة ملعوبة إلى الأمام. اختاروا لاعب الكرة إلى الخلف. على صعيد الأهداف فإن المباراة لا تزال بيضاء بلا أهداف. الكرة للأمام.
الاعتراض في وقت مثالي كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. وسدد من مسافة بعيدة. يلعب كرة إلى اليسار. يلعبها بينية أرضية. ستذهب الكرة إليه. فاتت ومرت ووصلت إليه. استغل الفرصة وسدد. أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. لم يحالفه الحظ في الكرة البينية. يحتسب الحكم ركلة حرة من هذا الخطأ. الدفاع في المكان لإبعاد الكرة. يلعب كرة بينية ساقطة. يرسلها إلى قلب المنطقة. الدفاع قادر على التصدي لكل خطورة. وبوصولنا لهذا التوقيت بدون أن ينجح أي فريق في هذا الشباك، يبدو أن المباراة ستنتهي بالنتيجة التي بدأت بها. والكرة للمنطقة الأمامية. مرت الكرة بشكل لطيف. كل الشكر والتقدير والعرفان وإزالة الخطر من المكان. اللاعب يستحوذ على الكرة وينطلق إلى الأمام. وتنطلق صافرة نهاية المباراة. انتهت المباراة بنتيجة مخيبة جدا للمهاجمين من الفريقين. لم يستطع أي منهم المرور من دفاع الخصم على الإطلاق.